في إطار تحركات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تواصل هيئة السكك الحديدية تطهير وتعقيم المحطات والقطارات المختلفة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من محطة مصر مراسل قناة النيل الأخبار منذر أبو دوح. مراسل منذر، إذا كان لك أن تطلعنا على تفاصيل أكثر حول ما تقوم به هيئة السكك الحديدية من إجراءات التعقيم والتطهير في المحطة الرئيسة في مصر. تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل العمل يجرى على قدم وساق داخل المحطة في توقيتات وصول الرحلات من مختلف المحافظات وصولا إلى محطة رمسيس، وهي المحطة الأم أو المحطة الرئيس في تحركات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية. تحركات عديدة، وكما نشاهد الآن في منطقة محطة أبي غاطس، وتعتبر هي المحطة الرئيس في تعقيم وتطهير القطارات سواء الدرجة الثالثة أو الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى، والتي تقوم كذلك بعمليات الصيانة. تفاصيل عديدة خاصة بعمليات التطهير التي تقوم بها هيئة سكك الحديد الخاصة بمصر. نتعرف على هذه التفاصيل من خلال معي الآن المهندس محمود محمد البطل رئيس التشغيل. بنرحب بك يا فندم عششني الأخبار. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. كيف تحركاتكم بالنسبة لمواجهة هذا الفيروس من خلال عمليات التطهير؟ ما هي العمليات التي تقومون بها لتطهير الرحلات؟ في البداية تم عقد لجان على مستوى عالي تحت رئاسة المهندس أشرف أرسلان رئيس الهيئة، وبرئاسة المهندس سامي عبد التواب نائب رئيس مجلس الإدارة، وقامت بالاتصال بالمركز الطبي للسكة الحديد وبالاتصال بوزارة الصحة، وتم عقد ندوات للعاملين بالسكة الحديد لتوعيتهم بأخطار فيروس كورونا. كما يتم تطهير جميع القطارات، أي قطر بيوصل لمحطة رمسيس بينزل للورشة الرئيسية اللي هي ورشة أبو غاطس. بيتم أولا نظافة القطارات سواء داخل العربيات أو دورات المياه. قبل قيام القطار لعودته للركاب بنصف ساعة بيتم تطهير جميع الأسطح التي يتم ملامستها من قبل الركاب سواء الكراسي أو الشبابيك. بالنسبة للأرصفة أو داخل المحطة، هناك تعاملات محددة تواجد من قبل ممثلي وزارة الصحة، كيف هو الشكل العام داخل؟ توجد شركة تابعة للسكة الحديد، شركة الخدمات المتكاملة، بتقوم بنظافة وتطهير جميع المحطات على مستوى الهيئة، ويتم تطهير جميع الأماكن استراحات الركاب والصالات الرئيسية بالمحطة. بيتم تطهيرها وتعقيمها على مدار الساعة. موفقين إن شاء الله. شكرا جدا. كما تابعنا أعزائي المشاهدين، بالفعل العمل يجرى على قدم وساق للمحافظة على صحة المواطنين في تعاملاتهم داخل السكك الحديد من خلال استقلال قطارات والرحلات على مدار اليوم. وكما نشاهد الآن في منطقة أبي غاطس، وتعتبر من المحطات الرئيسية أو المحطة الأم داخل القاهرة، عملية التطهير مستمرة للرحلات قبل بدئها وحين وصولها من المحطات من محافظات مصر. أشكرك شكرا جزيلا الزميل منذر أبو دوح متحدثا إلينا مباشرة حول إجراءات تعقيم قطارات السكك الحديدية.